هيكون معانا من خلال زوم، هيكون معانا ضيفتي اللايف كوتش مروة محمود. اهلا بيكي يا استاذة مروة. أهلا بيكي يا أمان، أهلا بيكي. طبعا اختيار شريك الحياة ده موضوع لا بيبطل ولا بنبطله، لان مفيش جواز بيبطل، فكل يوم في جواز، يعني كل يوم بنختار شريك حياة. عايز اعرف من وجهة نظرك انت يا مروة بقى في حلقتنا النهارده، ايه المعايير او ايه النقط المهمة او ايه الحاجات المهمة لما باجي اختار شريك الحياة لازم اكون عينيا كده في وسط راسي، الحاجات اللي اختارها ازاي؟ حلوة قوي يا أمان، زي ما انتي قلتي كده هو موضوع شائك جدا، مش هنبطل نتكلم فيه، ودايما محتاجين نراجع معاييرنا الشخصية وقيمنا علشان نقدر نقول احنا عندنا ايه من المعايير في اختيار شريك الحياة. اول حاجة دايما بقولها نبطل التابوت بتاع الاختيارات بناء عن نواقص في احتياجات معينة أو عن تجارب ناس سابقة، يعني اختيار مقنع، الاختيار اللي جاي من تجارب ناس آخرين أو سمعت عن علاقات معينة سواء كانت ناجحة أو فاشلة، فأنا بختار على حسب ما سمعت. لا، أنا محتاج إن أنا أشوف وأقف قدام احتياجي أنا الحقيقي، يعني هو مثلا أنا مين علشان أعرف أختار الشخص اللي قدامي. فالمعايير كتيرة جدا، من أول إن أنا أعرف قيمي، أعرف أنا بحب إيه ما بحبش إيه، وأبقى عارف إن أنا داخل في حالة من الشراكة، يعني الحياة الزوجية دي نوع من الشراكة فيها خد وهات، مش رايح أحقق طموحاتي في شخص آخر، وده اللي بيوقعنا كتير في إن أنا ببني سقف طموحات وتوقعات ممكن بسهولة جدا تلاقي إن الشخص الآخر لو ما فضلش يحققها لي بتقع العلاقة مع وقوع التوقعات.